أثابكم الله. هذا سائل يسأل عن معنى قول الله تعالى: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. إن كان الله أكمل الله إن كان الله, إن كان الله يريد أن يغويكم. نعم, هذا نوح عليه السلام يقول: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله قضى وقدر لكم الغواية فلا تنفعكم النصيحة. هذا قالها في آخر الأمر لما أيس من وقيل له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. عند ذلك قال ما تنفع النصيحة لأنه سبق القضاء والقدر. نعم.